السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. اعتذر ريكوردينج. طب كويس، أي سؤال؟ دكتور، تقول لي بالك، بس هذا صار عندي أبديت على زوم ومش كل شيء مزبوط فيه. في حدا كان رافع ايده كأنه أنا دكتور. رغد، تفضلي. دكتور، أنا بعثت لك عن المشكلة اللي صارت معي بالامتحان، إنه صار معي مشكلة بالنت وبطل يعمل أوتو سيف وبطل ينقل على السؤال اللي بعد، فكل سؤال كنت بدي لثلاث دقائق لين يظهر عندي السؤال اللي بعده، ف يعني هلا هاي ما مشكلة قدرت ألح. أنا، هاي مشكلة خاصة. بعد المحاضرة تفتح زوم معي ونتحدث في الموضوع. تمام. أوكي، أساس هذا وقت محسوب علينا على المحاضرة. طيب، أي سؤال آخر؟ كله تمام إن شاء الله دكتور. طيب الحمد لله. الحمد لله. معدلكم كان كويس في الامتحان كمعدل، يعني كان معدل تقريبا 29 وكسر من 40. في طلاب كثير جايبين علامات مرتفعة، يعني كويس، يعني حوالي الثلث، يمكن 40% 30% من الطلاب جابوا علامات يعني فوق 35، والباقي مشكل. يعني بشكل عام البرفورمانس كان كشعبي، يعني كشعبي جيد. هلا في طلاب جيد ممتاز، بس في طلاب كمان تعبان في المقابل. الجماعة الممتاز keep it up، والجماعة اللي علاماتهم ما توفقوش فيها كثير، يعني في مجال لسه على الفاينل يعني تضبطوا وضعكم. هلا المفروض اني اعطيكم بروجكتس، بس لسه ما كملش، ما تحضرش معي، فبلكي راقبوا الموقع تاع الكورس على اساس شو كل واحد البروجكت تاعه حيكون. حيكون ديسكريبتيف على الاغلب. على الاغلب اني اعطي كل واحد فيكم ماده بوليمر ويكتب ريبورت عن ذلك البوليمر من حيث من A to Z، يعني من بداية التصنيع إلى نهاية الاستخدامات تاعته. أوكي. دكتور، نعم. ممكن طيب يعني إشي تاني غير المشروع؟ يعني لأنه مضغوطين بمشروع واحد وهاي الأشياء وأشياء تانية يعني. دكتور، في مشاريع اثنين كمان. والله دكتور عندي مضغوطين دكتور، وتسليم 15 واحد، تسليم المشاريع، وفي عندنا مشاريع كثير وهوموركات وقصص دكتور. يا ريت انك تعفينا منه وتعطينا شيء اسهل. خلصت حكي؟ تفضل دكتور. لا تعارض. اوكي، تقدروا عليها، ما في مشكله عندكم. اللي بيقدرش يشتغل الا على one topic at one time عنده مشكله بصير. يعني المفروض انتم بكره بتطلعوا بتشتغلوا، ما بكون بين ايديك بس شغل واحد فقط لا غير. بالبداية يمكن بس بعد شوي صغير بتلاقيك شغال على عدة شغلات في نفس الوقت، وما فيك تحكي للمدير تاعك انه والله انا مشغول بالشغلة الفلانية، لانه بروحك بعدين. مزبوط دكتور. فالاصل انكم يعني تكون مالتي تاسك. مالتي تاسك عندك انت كمهندس، القدرة انك تشغل 4 5 6 فنيين تحت ايديك. كيف بدك تشغل 6 فنيين او 7 تحت ايديك؟ يعني على الاقل 3 4 مينيموم، وما بكونوا عم بيشتغلوا على نفس الشغله، كل واحد شغال على شغله غير عن الثاني. وانت اللي بدك تتبع وتعطيه الشغل، بدك تعطيه الشغل، يعني تكون انت بلشت تشتغل ووصلت لمرحله انه يلا من هون انت سوق، والثاني انت من هون انت سوق، وبدك تتابعهم وتتابع الاول والثاني والثالث. ومشاريعهم نوعا ما قد تكون في بينهم اوفرلاب كبير، وقد لا يكون في اوفرلاب كبير، يعني تقاطع عالي او تقاطع خفيف، وبدك تعرف تشتغل. فبالتالي اللي انتم بتواجهوه حاليا، والله عندي مشروع تخرج واحد او مشروع تخرج اثنين، وعندي برزنتيشن في المساق الفلاني، وعندي بروجكت للبوليمر، وعندي بروجكت ثاني لماده اكس او واي او زد، طبيعي هذا في سنه خامسه ورابعه وخامسه للطالب البكالوريوس هندسي انه يكون عنده مالتي بروجكتس، مالتي بروجكت يعني اكثر من مشروع شغال عليه في نفس الوقت. هذا شيء طبيعي ليس استثناء.
فبدكم تتأقلموا مع هذا الوضع الجديد وهو في صالحكم بالأخير. طيب على كل حال لسه أنا ما اخترتش البوليمرز اللي بدكم تشتغلوا عليها، بس هتكون من هالكوميرشال بوليمرز، لن يكون من ضمنها مثلا البوليمرز اللي فيها يعني المستوية زي البولي إيثيلين. أوكي، على الأغلب ما حطش بولي إيثيلين، واللي بيعطيه بولي إيثيلين بيكون مش من حظه. ليش مش من حظه؟ معلومات كثير. بتصير المعلومات كثيرة جدا، بصير عنده مشكلة بده يلخص المعلومات الكثيرة. فكثر المعلومات يعني له حسناته بس كمان له سيئاته من حيث الجو. وقلة المعلومات في المقابل اللي فيهوش معلومات كثيرة برضو بيعمل لبكي عند الطالب اللي بيلبسه مادة معلوماتها قليلة. على الأغلب مش أنت اللي تختار البوليمر، أنا بختار البوليمر لكل اسم بعطيه بوليمر، وزي ما قلت بده يعني يكتب فيه تقرير from A to Z. نعم، يعني عم بفكر بشغل جديد، يلا نهرب لكم شوية الأفكار اللي بعدها ما استوت في راسي. التقرير بده يتسلم بشكلين، طبعا المشاريع هاي individual مش جروبات. أوكي، التقرير بده يتسلم بشكلين، الشكل الأول اللي هو الكلاسيكي اللي هو مطبوع طباعة، وبدي أبتدع بدعة جديدة. أوكي، بتسلموني إياه كمان نسخة ثانية خط يد. ليش خط يد؟ مش هذا السؤال؟ يا محمد مو دكتور، فتحت المايك بدي أسأل. ليش خط يد؟ لسببين. السبب الأول عشان تحصلوا خطكم، خط الكتابي تاعكم. حاكم أنتم بجوز آخر مرة كتبتوا بإيدكم الله أعلم متى، غير حل مسائل يعني. هذا السبب. والسبب الثاني اللي هو الرئيسي الصراحة، كثير من هاي المشاريع اللي فيها نقل معلومات أو تنقل معلومات من مصدر تحطها في التقرير، يعني زي cut and paste. في كثير من الأحيان cut and paste الطالب بيعملها من غير ما يقرأ شو عمل cut to paste لإله، فكطريقة لإجبار الطالب أنه يقرأ شو بيكتب أنه يكتبها خطيط، لأنه ساعتها غصبا عنه بده يكون قرأ شو عم بيكتب بإيده. على الأغلب الآن بيكون يعني مفتح شو عم بنسخ بالتعب. أنا عارف أنها بالتعب، بس أنا ما بدي cut and paste. أوكي، وإذا بدك تعمل cut and paste على الأقل cut and paste بإيدك، يعني خط اليد، عشان أضمن أنك بالفعل قرأت ما أنت تنسخه، لأنه ما في تأليف هون، لأنه أنت عم بتجيب بس معلومات، عم بتجمع المعلومات وقد تجدها في مصدر واحد. لأن أنا عشان أوسع دائرة الاستفادة من المصادر بتاعت المعلومات الخارجية، بدي على الأقل يكون 5 references معتمد، يعني 5 different references للبروجكت الواحد. يعني بدك تجيب معلومة، يعني مثلا ممكن افرض انه المادة اللي لبستك مثلا بوليستايرين، بتروح بتفتح على الانسايكلوبيديا اوف كيميكال تكنولوجي او الانسايكلوبيديا اوف بوليمرز او بوليمر تكنولوجي، بتلاقي يمكن 20 30 40 صفحة من الخط الصغير او من الخط المتوسط مكتوبة في البوليستايرين وفروم اي تو زد. او بتروح على الويكيبيديا على سبيل المثال، ستجد كلام كثير موجود وكويس، يعني مش انه عاطل، كويس وملخص وإلى آخره. هلا بقول لك واحد، انا بدي اكتب احسن من الويكيبيديا، انا ما بطلب منك تكتب احسن من الويكيبيديا، بس بديش يكون احنا كوبي بيست من الويكيبيديا، احنا يعني مش ابواق للويكيبيديا. فبدي على الاقل 5 مراجع مختلفه للي بدك تكتبه. ما بدي احط لكم يعني بجوز احط لكم مينيمم نمبر اوف بيجز، بس خط الايد ما هو بنحكمش عليه. في بالزمانات مر علي طالب كل 4 كلمات بحطهم بسطر، خطه كبير، طبيعي خطه كبير يعني. ففي بينكم ناس هيك، فبديش احط لكم عدد من الصفحات. بجوز اغير رايي فيما بعد، لانك انت برضه حتطبع طباعه، حيجيني نسختين، نسخه خط يد ونسخه مطبوعه. ف بجوز النسخه المطبوعه اللي هي كوبي بيست حتكون من خط اليد،
احط لكم ليميت على عدد الكلمات فيها، لسه ما يعني ما استوت الفكره هاي في ذهني، بس مبدئيا حيكون بوليمرز صناعيه. انتم 33 طالب، فحاعطيكم 33 ديفرنت بوليمرز، على الاغلب ديفرنت. هلا بجوز اضطر اعمل دوبليكيشن لبعضهم اذا وجدت انه في بعضهم المعلومات فيه شحيحه، بس مش صعب تلاقي لك 33 بوليمر في العالم منتج وفي معلومات عنه. حيكون عبارة عن تقرير ديسكريبتيف، بدك تبدأ بالبوليمر from A to Z، يعني من المونومر تاعه وكيفية تصنيع المونومر تاعه كمان. في بعض الأحيان المونومر بدك تصنعه، خاصة إذا مش مونومر شائع، يعني البولي إيثيلين مثلا المونومر تاعه هو الإيثيلين. ممكن تدخل ديسكريبتيف بسيط مش كثير على المونومر كيف يصنع، وليس تفصيليا بس من باب انه تكتمل الصورة، يعني لانه في بعض البوليمرز الرو ماتيريال تاعه اذا انترميديت، والمشكلة مش في البوليمر بقدر ما هي المشكلة في الانترميديت اللي هو هيكون المير او المونومر عفوا تاع البوليمرايزيشن رياكشن. فبتبدأ من عند المونومر وبتتطور فيه لتصنيع البوليمر ثم تشكيل البوليمر، وهذا التكنيكال بارت. وممكن تدخل في الأمور الاقتصادية تاعته، قديش بيكلف أسواقه، وين بنباع إلى آخره، الفيوتشر اكسبكتيشن تاعه and so forth. لاحظوا هي معلومات عامة، بس حتصير أنت بين قوسين كل واحد فيكم حيكون خبير في البوليمر اللي بده يكتب عنه. يعني اللي ناقصكم الآن بس طيب دكتور، لا عفوا، اللي ناقصكم بس كل واحد يعرف شو البوليمر اللي بده يلبسه. تفضل يا هراء. بالنسبة لتوزيع العلامات بين المد والبروجكت والهوموركات كيف حتكون؟ هلا أنا بالسيلابس كنت حاططها 50 على الفاينل، هاي من الحكومة مش مني، و50 على الأعمال الفصلية. هلا الأعمال الفصلية أنا فصلتها لجزئين، حطيت المد عليه 30 نقطة، وباقي الأعمال اللي هي الوظائف والبروجكت 20 نقطة. الآن أنا عملت الامتحان 40 نقطة، لا يعني إنه 40 علامة عليه، بس 40 نقطة توزيعة المسائل. هلا هاي المسائل I will scale it to 30 points مثل ما جاء في السيلابس، وال20 نقطة اللي ظلوا حاطي 10 منهم على البروجكت و10 على الوظائف اللي أنتوا سلمتوها ولسه في كمان. يعني حيكون 10 وظائف 10 بروجكت، والامتحان اللي من 40 it will be scaled to 30 as mentioned في السيلابس. تمام. طب دكتور اذا بدي استعين بالبروجكت تبعتي مثلا بفيجر او بجرافس فيها داتا، هذا بتصوره وبتحطه؟ خلاص تمام. يعني بتعمل له حطه بصفحة قائمة بذاته، يعني على أساس ما يدخلش خط الإيد أو ما تتعب في كيف تحط بنفس الصفحة فيجر مطبوع وخط إيد. أوكي. الفيجر والتيبل مطبوع لازم ينكتب بخط الإيد. نعم. وأنت خط إيدك أنت، مش تستعين بصديق يكتب عنك. وهاي كان يعني بشتغل زي الشرطة، بروح بجيب خط قديم إليك. خليكم اونست واكتبوا بخط ايدكم، حتى لو خط ايدك تعبان اوكي بدك تكتب. واحنا حنستعين بالنسخه المطبوعه لاغراض انه اذا ما عرفناش نقرا خط الايد يكون في عندنا نسخه مطبوعه منه. تمام. فانت حتكتب خط ايد وحتسلمه برضه نسخه مطبوعه from A to Z. زي ما قلت لكم الماكسيمم نمبر اوف words، لأنك حتطبعه فيك تحط عدد كلمات. I will let you know about the number of words later on. والفيجرز والتابلز قديش ممكن تكون يعني حجمها من حجم الترم بيبر، خلينا نسميها يعني اسمه project بس هو حقيقة ترم بيبر، لأنه ما فيه calculations وما فيه design okay. وإنما في جمع معلومات وتقرير عن المعلومات اللي انت بدك تجمعها. الآن لما قلت خمس مراجع مينيموم خمسة فيك تزيد، بيجي واحد بيقول طب ما في بالويكيبيديا from A to Z، هي مرجع واحد.
يا أخي ماشي، بس أنا قلت لكم بدي خمس مراجع على الأقل، فبتأخذ لك مثلا عنوان من العناوين وليكن مثلا الابليكيشنز وجيبه من مرجع ثاني، وإن كانت الويكيبيديا ملخصته بس في مكان في أماكن أخرى ملخصة كمان، جيب من مرجع ثاني. البرودكشن مثلا كيف كيفية الإنتاج في بالويكيبيديا، بس في أماكن ثانية بيكونوا متوزعين أكثر من الويكيبيديا. أوكي، ف يعني أنت بتختار كل عنوان سب يعني سب تايتل. أنا أعطيتكم الآن يعني تايتلز عريضة، introduction raw materials production of polymer، يعني كيف ينتج البوليمر اللي هو البوليمر synthesis إذا حبيته، reactions، ممكن ندخل شوية science في النص، ممكن ندخل شوية engineering في النص حسب المرجع اللي أنت عم بتجيب منه. هذا أنا حتركها floating، يعني مش حتدخل فيها، حترك لك الخيار في إنك شو الهيدينجز يعني السكشنز اللي حتكون، بس في مينيمم يعني introduction is one، كيفية التصنيع هاي اثنين، التشكيل رقم ثلاثة، والاستعمالات رقم أربعة، والإيكونوميك إيفاليويشن خمسة يعني حجمه في السوق وكناحية اقتصادية. فهذول خمس سكاشن مبينات، هلأ بدك تضيف عليهم ضيف. هذا الحكي حفصل لكم إياه وحكتب لكم إياه بشكل يعني مكتوب شو المينيموم ريكويرمنت، وبنزلها على موقع الإي ليرنينج من هون ليوم يعني للأحد بتكون نزلت إن شاء الله، وكل واحد فيكم بيكون عرف شو البوليمر تاعه. هاي محمد إن شاء الله. نعم. بس ريت إنه خط اليد هذا إنك دكتور تلغينا إياه، لكن أنت عليك لسه بطبخ براسي أنت حكيت. لا خليها خطيط برضو كويس عشان تكتبوا تسبوا علينا في الدوائر الخاصة فيكم، مش تسبوا يعني تتعلقوا تلاقوا كل شيء تحكوا فيه. طيب دكتور، بس المغزل الواحد يكسب وقت إنه بس عندك وقت، عندك 24 ساعة في اليوم، بتنام ساعتين بيضل لك 22 ساعة. طيب ايونيك بوليمرايزيشن، نكمل في البوليمرايزيشن رياكشنز، ما ضلش كثير. عفوا دكتور، بس على السريع بسألك سؤال على البروجكت. تفضل. إلي الحرية أكتبه كأرتكل أو كريبورت أو يعني الطريقة المعينة في الكتابة، ولا في طريقة لازم أعتمدها؟ لا، هو عبارة عن زي كأنك عم يعني هو يعني it's a review report. كيف يعني review report؟ يعني أنت عم وليكن عم تكتب عن البوليإيثيلين مثلا، فبدك تكتب introduction عنه بشكل عام، paragraph paragraphين يعني مدخل للموضوع، ثم بدك تحكي عن الرو ماتيريالز اللي بتدخل في صناعته، ثم حتدخل في كيف يصنع البولي إيثيلين نفسه. اوكي، قد يكون في طريقه واحده، قد يكون في عده طرق، هون بصير سب ديفيجنز يعني سكاشن سب سكشن بصير، بس بيظلوا تحت عنوان كيف يصنع البوليمر. يعني مش معقول تحكي عن البولي إيثيلين ما تحكيش كيف بتصنع، يعني في اشياء مانداتوري لوجيكال لازم تكون موجوده. تشكيله، صنعنا البوليإيثيلين، بيجي طب كيف بدي أعمل منه كيس أو كاسة أو ممبرين أو whatever. هاي طرق التشكيل بده يكون سكشن قائم بذاته. أوكي، اللي هو الفورمينج تاعه. بعديها بدك تدخل في النواحي الاقتصادية تاعته، اللي قد تكون جزء من الانترودكشن بس بنعاد عليها مرة ثانية بسكشن خاص. أوكي، الأبعاد الاقتصادية له. أوكي. قبلها الاستعمالات تاعته اللي هي جاي في التشكيل تقريبا، قبل التشكيل بعد التشكيل شو الاستعمالات تاعته، مش سكشن كبير. أوكي، بس يعني لابد أن يذكر عن الاستعمالات وحجم الاستعمال تاعه في العالم شو يشكل، يعني إما كوزن كفوليوم كمصاري. أوكي، كم الحجم السوق الاقتصادي تاعه مثلا. الفيوتشر تاعه، هل هو من البوليمرز الصاعدة ولا الثابتة ولا اللي عم تنزل لأنه في شيء ثاني عم بيحل محلها. هاي طبعاً مش هالحكي الكبير بدي نحكى، بس لابد من ذكر إنه تاريخه كيف كان، وين صار، ولا وين رايح. هذا بده يكون فيها إنبوت، هذا ولا مش هتلاقوها في المراجع القديمة، لأنه إذا رحت جبت إنسايكلوبيديا أوف كيميكال تكنولوجي تاعت قبل تاعت 83 مثلاً، اللي هي من حوالي 30 سنة أكثر، 17 و 20 37 سنة. أوكي،
الفيوتشر اللي كتبوه قبل 37 سنة غير الآن. صار هذاك هيستوري بالنسبة لنا، وإحنا صرنا الفيوتشر بالنسبة لهم قد لا يكون مطابق للي كاتبينه. وفي ناس الآن بيكتبوا في شو التوقعات للمستقبل لكل نوع من أنواع للبوليمر اللي أنت بدك يعني تركز عليه. يعني ما بدنا نتحدث شو المستقبل تاع البوليمرز بشكل عام، لا، بدنا البوليمر اللي أنت بتحكي فيه. هلا وقلنا لكم نصيبكم، كل واحد شو بطلع له نصيب. يعني هاي عندي. هلا تبلشوش فيها كونك مش عارف شو البوليمر تاعك، بس تعرف شو البوليمر تاعك ووزع عليكم عن طريق الاي ليرنينج الجنرال ريكويرمنتس تاعت البروجكت، بصير قد تظهر يعني بتروح تقرا وبتتنور. بعدها بصير اذا بدك تسال بصير اسئلتك سبيسيفيك. اوكي، هلا ضمن الجنرال الحكي اللي حكيته ينطبق، وحيكون عليه 10 علامات من العلامة النهائية من ال 50 تاعت الاعمال الفصلية. دكتور اذا احتجنا شيء ممكن نرجع لك. طبعا تبعت لي تبعت اما ايميل او واتساب مثلا على الواتس او على الايميل. الاي ليرنينج بحبوش يعني، مرات بيجيني رسائل الاي ليرنينج بجاوب عليها، مش ما بصدق عارف انا دكتور يعني، بس كانه بتفتحوهوش انتم دائما. كانه دكتور نفتح بدنا نطول شيء يعني سلايدات ما سلايدات كذا محاضرات يعني بين الايميل بين الواتس وبين الاي ليرنينج. انا بختار الطريقه الانسب للاجابه، بس يعني اذا الاجابه طويله مش هجاوبك على الواتس. اوكي، اذا الاجابه قصيره مش هجاوبك مثلا على الاي ليرنينج او عفوا على الايميل، بجاوبك على الواتس مباشره وبخليك انت تشوفها وغيرك يشوفها. اذا السؤال انا ارى انه عام يعني زي ما هو في بالك في بال واحد ثاني. بعدين احنا اصلا الواتس دائرتنا مشتركه للجميع ولا لا الكورس مضبوط؟ يعني راسلوني على الواتس العام تاع البوليمرز وليس على التليفون الخاص تاعك، الا اذا سؤالك خاص. اذا سؤالك خاص ابعت السؤال، وفي نهايه السؤال او في بدايه السؤال اكتب اسمك، لانه لما بطلع عندي رقم التليفون ما بعرف صاحب التليفون مين هو. بطلع عندي بس رقم تليفون، ما خزنش اسماءكم لانه بصير عندي قائمة الأسماء كبيرة جدا اللي عندي على التليفون. فلما بتبعت لي واتس حط لي اسمك جوا المسج إذا بعته على الخاص. أما إذا سألت على الواتس العام، وأنا بفضل الواتس العام لأنه زي ما بيثور السؤال في ذهنك، على الأغلب في واحد زميل لك يعني عنده نفس السؤال بطريقة أو بأخرى. نعم يا هدى. دكتور كنت بعت لك سؤال على الإيميل بس ما رديت عليه قبل قبل يوم. ما هو مرات أنا بقدر إني ما أجاوبش. بكون يعني بمعنى آخر، هي شو سألت؟ عملت ديرايفيشن لمعادلة موجودة في الكتاب واختلفت النتيجة تاعتها عن النتيجة اللي في الكتاب. أوكي. هلا على الخاص العام الآن صار. أوكي. الديرايفيشن تاعك فيه غلط. المفروض بطلع نفس النتيجة اللي تاعت المعادلة النهائية في الكتاب باستثناء التصحيح اللي حكيت لكم إياه في المحاضرة، اللي هو مش أس تي تايم وإنه ضرب التايم. هلا في بما إنك بس عم تسألي، الآي الكونسنتريشن تاعت الانيشيتور هي الانيشال كونسنتريشن أوف ذا انيشيتور، يعني آي صب نوت صب دوارة صغيرة، هذه يعني منسية في المعادلة تاعت الكتاب. اوكي، يعني غلطة ثانية فيها، بس بالديرايفيشن بيصير عندك I concentration of initiator at time t و concentration of initiator at time zero بتكنسلوش مع بعض، فبصير المعادلة فيها اختلاف. بس لما تعرفي انه concentration تاعت الانيشياتور اللي في المعادلة هي تاعت at time zero فبتكنسل هاي مع هاي فلا تظهر في المعادلة النهائية أثناء الديرايفيشن. طيب الطلاب اللي ضايعين مش عارفين عن إيش بتحكي أنت، عشان قلت على الخاص بكون أفضل لأنه مش عارفين شو المعادلة أصلا. طيب let's continue with this. أنا قضينا وقت كثير في الديسكشن هون. Ionic polymerization. Okay. Ionic polymerization هي جزء من ما يسمى الـ chain polymerization أو الـ addition
بوليمرايزيشن له ثلاث اشكال، اما عن طريق اشوف مذكوره هون، لا مش مذكوره، في مكان ما سابق حكينا انه الاديشن او الاديشن اللي هو التشين بوليمرايزيشن اللي هو بيبدا التفاعل وبصير يكبر يكبر التشين تكبر عن طريق وجود فري راديكال. انت بتتذكروا ما اتذكر هي في معادلات هون بعيد شويه اوكي، يعني نفس الفكره بتاعت الانيشيشن بروباجيشن ترمينيشن اذا بتتذكروهم. اللي هم تعون التشين بوليمرايزيشن باي يوزنج فري راديكال. الفري راديكال اللي هو الانيشيتور، ات ويل كرييت ا فري راديكال، بعديها الفري راديكال بتفاعل مع المونومر وبصير الفري راديكال بدل ما هو على الفري بصير جزء من التشين اللي عم تكبر، وبصير عاد نضيف ام 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 بصير عندي ان اوف ذيس لحديث ما تصير عندنا عملية التيرمينيشن. هذا بنسميه addition polymerization أو chain polymerization، نفس الاسم هذا يعني اسمين لنفس التفاعل. هلأ المشترك بينهم حاليا أنه بصير في عندي في initiation step the appearance of a free radical. أن الفري راديكال أنه في عندي مثلا كربون أو مادة ينقصها element ينقصها element عشان عشان تصير ستيبل، عشان تصير ستيبل. فهذا الإليمنت الآن ممكن يكون منقوص، بس منقوص مش لدرجة إنه يعمل لي أيون، منقوص بس ليس لدرجة إنه يعمل أيون. الآن في الأيونيك بوليمرايزيشن اللي هو من نوع التشين بوليمرايزيشن أو الأديشن بوليمرايزيشن كاسم، بيظهر عندي أيون. أوكي، يعني بدل الفري راديكال تاعنا نقول لك هيا اوكي، هذا مثلا الانيشيتور تاعنا اللي هو بورون ترايفلورايد. اوكي، دوت اتش 2 او اللي هو بيكون هذا اتش 2 او جزء من المركب بس بنسميه اسوشيتد ووتر، يعني مش بلل، لا هذا استوشي. يعني مثلا هاي المادة إذا جيت سخنتها بالفرن على حرارة مثلا 105 درجة سيلسيوس، أوكي، لما أنا أسخن على 105 يعني فوق 100 بشحطة، شو بصير؟ أي مادة إذا بسخنها بتبخر المي. مين اللي بتبخر؟ البلل أو الرطوبة. الآن هذا الـ H2O اللي عندنا هون هذا مش رطوبي، هذا من نسميه associated water، جزء من المادة. القصة مش فيه بس هو جزء منها. الآن هذا الانيشياتور تاعنا، هذا البوليمر أو المونومر عفوا اللي بده يتفاعل. أوكي، الآن لما بيجي بده يتفاعل مع الانيشياتور، هذا الانيشياتور الآن تهابن إنه it will not create a free radical، وإنما it will create a cation anion combination. هلا بالفري راديكال بوليمرايزيشن بدل هاي الزائد، اوكي، بصير عندي الفري راديكال وليس تشارج، وليس التشارج، يعني ما بظهر تشارج وانما بظهر عندي انه عم بدور على بوند بس ما في تشارج عليه، بكون اكتف، مش انه مش اكتف، اكتف لانه عم بدور على شيء يشبك فيه. هلا في الايونيك بوليمرايزيشن في الانيشيشن ستيب، اوكي، في الانيشيشن ستيب، اوكي، بيجي الانيشياتور في هذا المثال اللي امامنا الان بيسحب الكترون من الكربون، بيكسر الدبل بوند، هاي الدبل بوند بتكسر، لاحظوا السي اتش 3 والسي اتش 3 بعدهم زي ما هم، اوكي، هاي الدبل بوند كسرت وصار عندي سي اتش 3، صارت سنجل بوند وظهر عندي بوزيتيف تشارج، ظهر عندي بوزيتيف تشارج، والانيشياتور تاعنا ظهر عليه النيجاتيف تشارج. هلا شو بصير؟ هلا نيجي للبروباجيشن، هذا الكاتيون
وهذا الانيون بيجي المونومر يتفاعل معهم تكسير الدبل بوند وبشبك محل الدبل بوند بيجي محل البوزيتيف هذا اوكي والبوزيتيف بتنتقل للجهه الثانيه هون وهذا الكاونتر ايون اللي هو الانيون بيضلوا موجود يعني من ناحيه عمليه انا بلشت بواحد وهيته بعده واحد لا زاد ولا نقص ما استهلك بيضلوا معي وبالتالي وهاي التشين ان بتصير الان تتفاعل الان هذا هون الكميه تاعته هاي اخر مونومر وهاي التشارج اللي عليه وهذا الكاونتر ايون اوكي وبصير عندنا التيرمينيشن طبعا هاي غلط هاي المفروض تكون هيك نعمل الاخبار الاخطاء اللي في الكتاب ممكن يصير هذا BF3 dot H2O وما في charge okay H2O شو اللي صار عندنا ال CH3 هذا خسر هيدروجين فصار CH2 وشكل الدبل بوند والهيدروجين هذا اللي خسره راح على ال البورون ترايفلورايد وشبك معه وعمل H2O بدل OH أخذ هيدروجين صار H2O فرجع لي الانشياتور مرة ثانية في عملية التيرمينيشن هذا النوع من من البلمرة من البوليمرايزيشن بنسميه كاتايونيك بوليمرايزيشن مرات بيسموه كاربوكيشن يعني هاي ألفاظ مستخدمة كاربوكيشن أو الكاتايونيك polymerization ليش كاتايونيك لانه المير بصير فيه عليه بوزيتيف تشارج وصار المير بوزيتيف تشارج عليه والبروباجيتنج البروباجيتنج تشين لان هاي هي البروباجيتنج تشين خلينا نوضح شوي this is the propagating chain اوكي هاي البروباجيتنج تشين في عليها بوزيتيف تشارج فباستمرار عندي بوزيتيف تشارج على التشين ذات از جروينج هذا بنسميه كاتايونيك بوليمرايزيشن الاسم الاعم منه ايونيك بوليمرايزيشن بس لانه بنحكي ايونيك ممكن يكون كاتايون وممكن يكون انايون ممكن يكون انايون هون مثلا هذا انايونيك بوليمرايزيشن مثال اخر على الايونيك مثال على الايونيك بس الان انايون في الانيشيشن ستيب عندنا هاي المادة نسيت شو اسمها اللي هو هذا بنزين رينج بس هذا مش بنزين رينج اوكي بيكون عليه هون عندي زي فري هاي مش فري راديكال هاي النقطة موجودة بالغلط هون اوكي بس بيكون عندي هون نيجاتيف تشارج على الرينج وفي مقابلها صوديوم ايون لاحظوا المير هذا عفوا هذا الانيشيتور هذا الانيشيتور اتفاعل مع المير تاعنا عفوا مع المونومر تاعنا اوكي هذول الان اظن هذا اللي هو دبل رينج اظن هذا من انواع ال شو يسموهم مش فينولات لا نسيت ماده مشهوره هاي الدبل رينج هاي بس لاحظوا المير تاعنا المير تاعنا صار في عليه نيجاتيف تشارج والصوديوم ضلوا زي ما هو اوكي الان اتفاعل مع واحد ثاني زيه اوكي مع مع مش مع واحد زي هذا اوكي الان الدبل بوند بتكسر اوكي هاي وشبك عندي هذا واحد منهم وهاي النيجاتيف تشارج عليه وهذا الثاني مع النيجاتيف تشارج عليه اوكي وهذا الان بصير ممكن يكبر من هون وهذا كمان ممكن يكبر منهم من جهتين بصير يشتغل في النهاية أوكي وصلنا لعملية التيرمينيشن لاحظوا عندي نيجاتيف تشارج من ميلي ونيجاتيف تشارج من الميل الثاني اللي هو أنايون وبيناتهم عبارة عن مكرر لهذا الشكل بس من غير الدبل بوند من غير الدبل بوند يعني. أوكي طيب بنيجي للتيرمينيشن في التيرمينيشن بضيفه ماء اوكي فالماء بيجي باخذ الصوديوم وباخذ الصوديوم اوكي وبيعطي عندنا يعني
عندنا اثنين صوديوم، كل صوديوم بده واحد او اوكي، فبدنا اثنين مي اوكي، اثنين مي. هلا اثنين مي كل صوديوم باخذ واحد او وواحد اتش، هاي الاو موجوده بيزيد عندي هذول 4 اتش، بيزيد عندي اثنتين منهم، الثنتين بيجوا عشان يسكروا التشين من هون ويسكروا التشين من هون. لاحظوا بصير لنا CH2 وليس CH1 مع نيجاتيف تشارج. هذا التفاعل آخر أيونيك وتحديدا أنيون بوليمرايزيشن، وبالتالي التشين هو من أنواع التشين بوليمرايزيشن. هذا النوع الثالث دكتور، بس ممكن ترجع على السلايد اللي قبل لو سمحت؟ هاي ولا اللي قبلها؟ هاي هاي. طيب خلينا بس دكتور كيف هذا الفعل؟ هذا لا في الانيشيشن ستيب. نعم هذا كيف؟ هذا الانيشيتور. هذا هذا الانيشيتور تم تركيبه، يعني هذا مش انه هيك لحاله بيجي. هذا بتشكل كيف المونومر عندنا صار تشارج نيجاتيف تشارج وعمل اتراكت لان ان اي بلس؟ لا ما هذا هذا هيك مع بعضه زي ملح، هذا هيك هذا هيك كله على بعضه اوكي، زي كيف مثلا يعني بيكون عندنا هون يعني جاي محل الاتش، يعني كيف مثلا كيف الان اي سي سايد، كيف الـ NACL هذا بيكون بوزيتيف وهذا النيجاتيف، لأن هاي الـ CL شيل الـ CL واعتبر هذا اللي هون هو الـ CL، اعتبر هذا هيك هو الـ CL، صار NA plus CL minus، بس مش CL عندي، عندي هذه التركيبة المعقدة هاي. وضحت؟ لا دكتور صراحة أنا سؤالي على المركب اللي جنبه، مش هذا الـ initiator اللي جنبه هذا. هذا هذا ستيبل هيك، هذا هذا ما في مشكله فيه. بس كيف يعمل اتراكت للان اي بلس ما دام ستيبل ولا الان اي بلس يتفاعل؟ هذا اذا بتيجي بتطلع هذا الكربون لا في عندنا هون لا في هاي هذا هيك. انت سؤالك وارد. هلا فهمت عليك انه هاي النيجاتيف من وين اجت. هذا فيش عليه نيجاتيف اوكي، هذا ما في عليه نيجاتيف. هي الاصل انه هذه زي ما تقول كانها انترميديت مش ستيبل، لانه لاحظ هذا اللي يعني اللي بده يكبر، لاحظ خسر هيدروجين هون وخسر هيدروجين هون، يعني هذا تصير كانها H1 مش H2، بس هي الان هون هي H2. لاحظ هذا الكربون، انت عشان تعرف اذا في خلل في الرسم ولا لا، هذا الكربون كم بوند عليه؟ 4. نعم هذا الكربون كم بوند عليه مع الهيدروجين اللي شابك معه هون؟ كمان 4. فاذا ما في عندي نيجاتيف تشارج اوكي، فبالتالي هون في عندي خطوه ناقصه اوكي، اللي هي اذا الدبل بوند هاي كسرت اوكي، يعني معنى اخر شايف هذا بدك تشوف هذا شو صار عندنا هون، هذا كسب او مش كسب هون، يعني عندي عمل دبل بوند هون اياتها عمل دبل بوند، وبالتالي في اشي هون ناقص في في الرسم. خلينا اتاكد انا منها من مصدر ثاني، كتبنا في بعض الاخطاء يعني في الرسومات زي قبل شوي صغيره شفنا كيف انه هاي هون غلط مثلا، هاي مش هيك، هاي اللي بدها تكون هون اوكي، يعني اذا بتدقق فيها بتعالجها يعني، بس يعني اساله يعني بنصحح مش انه ما بنصحح اوكي. فاول لوك اب في مرجع اخر اشوف الميكانيزم تاعه كيف بتم، اللي هي الخطوه الاولى تاعت الانيشيشن. طب نرجع للحكي اللي بلشنا فيه اللي هو الايونيك بوليمرايزيشن. هلا في له شروط.